اذا ممكن كمان نرفع البلس نمبر تبع الريكتيفاير واستعمل 12 بلس ريكتيفاير. حتى اعمل 12 بلس ريكتيفاير لازم اجيب سكند 3 فيس سبلاي. تذكروا 3 فيس سبلاي الاصلي اللي كان عندي هو ار واس وتي. هي ار واس وتي وبينهم 120 120 120. اذا جبت 3 فيس سبلاي جديد وخليني افترض جبت 3 فيس سبلاي جديد سمي هذا ار داش وبينه وبين ار 30 درجه اس داش بينه هون 30 درجه طبعا هاي رح تصير 90 درجه وهي كلها 120 وتي داش عندي نفس الشيء هون 30 درجه هذا صار 6 فيز سيستم يعني 3 فيزز الاصليه في 3 فيزز جديده الثري فيزز الجديده مش 60 درجه شفت معقولها 30 درجه كيف بعمل هذا؟ ممكن اعمله بالشكل التالي بجيب ترانسفورمر البرايمري تبع الترانسفورمر بربطه دلتا او ستار هذا البرايمري وعندي تو سكندري ويندينجز او بنسميهم سكندري وترشري الاول هون زي الاصلي دلتا لكن السكندري اقول انا شايفهم ستار صار عندي هون ار اس تي وبعدين عندي هون ار داش اس داش تي داش هدول الفيز انجل بين هدول وهدول رح تكون 30 درجه رح تكون عندي 3 فيز الاصليات السود و 3 فيز جداد اللي هم ار واس وتي هلا باخذ ار واس وتي الاصليات بدخلهم على 6 بلس ريكتيفاير الاوتبوت اللي بيطلع من هون اذا راح احط ار هون راح احط اس هون راح احط تي هون ايش راح يطلع معي زي ما درسنا بال 6 بلس ريكتيفاير؟ اه بس شو شكله؟ ايش كم بلس له؟ 6 بلس اذا راح يطلع معي 60 60 60 60 60 5 1 2 3 4 5 وهي السادسه إذا هاي هون راح يطلع معي 6 بلس ريكتيفاير راح اخليها بالاسود لانه الثاني راح ارسمها بالاسود. هاي كمان نفس الشيء باخذها وبدخلها على 6 بلس ريكتيفاير. وهون راح احط ار داش اس داش تي داش وراح يطلع معي كمان هون 6 بلس ريكتيفاير. بس شو الاختلاف الاساسي بين هذا السيستم وهذا السيستم؟ ايش الاختلاف الاساسي بينهم؟ الشيفت الماجنتيودز نفسها، كل شيء الاطوال نفسها، كل شيء لو رسمت دائره راح تمر في رؤوس كل ال 6 فيزرز هذول. الاختلاف الاساسي انها شيفتد باي 30 ديجريز. خليني افترض انها هاي راح تكون ليدنج فراح تكون ليدنج باي 30 ديجريز، فاذا ليدنج باي 30 ديجريز الاوتبوت راح يطلع معي هاي 60 هاي 60 هاي 60 إذا جمعت هذول الاثنين هلا شو راح يطلع معنا؟ إذا جمعتهم طبعا راح يطلع الامبليتود طبعا أكبر. شو بصير تكون لاجنج؟ بصير هو لاجنج ولا ليدنج؟ صعب تحكي يو كانت تيل يعني مضبوط؟ هو ليدنج باي 30 ديجري نفس الشيء بس هو ما راح تتميز شيء ما راح مضبوط؟ ما راح تعرف أنت الفرق بين يعني المهم أنه يكون بينه وبينهم 30 درجة لو جمعنا هلا هذول شو راح يصير معي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا هون راح يكون راح يصير عندي شيء زي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صار عندي 12 بلس ريكتيفاير شو استفدنا هون؟ خففنا الريبل اللي في الدي سي والهارمونكس اللي بنسحبها بالسبلاي زي ما رح نشوف كمان شوي رح ينزل كمان الهارمونكس وتصير الهارمونكس اقل هذا مستعمل بس شو المشكله الرئيسيه هون اللي تكلفتها زياده اضافي غير الدايز المشكله الكبيره هون الترانسفورمر بدي ترانسفورمر تو سكندريز سكندري وتيرشري وهذا طبعا حجم الترانسفورمر ضخم رح يكون هذا الترانسفورمر الاضافي لازم اتكلفه من هون لكن حولتها شو صار عندي البلس نمبر هون صار عندي 12
هلا هذول بشبكهم، بشبك هذا مع هذا، واللود صار عندي بشبكه الان، صار عندي اللود. مش انا جمعت؟ الجمع هذا وصلته من سيريز، حتى اجمع تو فولتج سورسز، ليش لازم اوصلهم؟ سيريز.